الغرض من الباك بوكيت ريسبيز او الوصفات اللي لازم تعرفها ان عايز تعزم اصحابك، عايز يعني تكسب بونت عند حد، عايزين نعمل حاجه سهله تبان ان هي ايه ده معقده جدا واو والاخر، لكن العمايل بتاعتها سهل جدا، سهل ان الوصفه نفسها تتحفظ. فهنعمل النهارده الشريمب توست، جمبري ريحان، بالذات الريحان البلدي المصري في تايلاندا اسمها رويال تاي بيزل. طعمها في الريحان اللي احنا متعودين عليها، فيها سنه مراره، وممكن توصف ان طعم كان الريحان كرفه على ينسون، كرفه على فينوكيا، كرفه على شمر. اللايرز الطبقات من الطعم ده حلو جدا في وسط الطبخ. بياض بيضة واحدة، البياض البيض هنا هتخلي العجينة، احنا كده عملنا عجينة من الجمبري، هتخليها تمسك نفسها كويس جدا. ده المطلوب. ناخد بقى توست نفرد عليها، بعد كده نروح نقلي، نحط كله. ما انا مش عايزين نوصل للاطراف قوي، خلي بالكم يعني يدوب تم مغطية مثلا 83% من السيرفيس. ده ممكن يتحضر من قبل، ممكن تعملوا كل المثلثات دي تتحط في الفريزر، وقت ما انتوا عايزين تاكلوا من الفريزر على طول في زيت سخن، الموضوع خلص. ناخد الشريم توست بنحط ناحيه العيش، هي دي اللي تبقى لتحت. ليه؟ عشان الخبره علمتني لما انا ساعات بحط ناحيه الجمبري هي تبقى لتحت، غالبا بلاقيها لزقت في الطاسه. فنبتدي كده، اول ما الاقي ان العيش نفسه بقى محمص بقى جولدن براون هقلبه الناحيه الثانيه، لان في نفس ذات الوقت بيحصل ايه، ان الحراره اللي طالعه من الزيت دخلت على العيش هتبتدي تعمل كوكينج للجمبري، الميكس الجمبري اللي احنا عاملينه من فوق. لو مش حابين تحطوا نعناع مش حاسينها، حطوا كزبره. الكزبره في المطبخ التايلاندي برضو محبذ ومحبوب، لكن مش كل الناس بتحب الكزبره، ف بديل بتاعها في الطبق ده بالذات سنة نعناع زي ما انا عملت. ناخد سنة عصير ليمون، عصير ليمون فريش، يعني لما تطلع على حاجة فرايد نقطة نقطتين لسه هيدعم الفريشنس اللي احنا حطيناه في الريحان والنعناع والكزبرة والأعشاب اللطيفة اللي احنا حطيناها. Here we go. Super crispy. Sweet Thai chili sauce. عشان أنا بحب sweet Thai chili sauce. ممكن soy sauce. Ketchup لو عايزين. بلاش ketchup بس يعني. مش درجة ketchup. And then. Oh wow.